أهلا بكم من جديد. أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بتزايد الترهيب والمضايقات القضائية التي تمارسها السلطات التونسية ضد المحامين لمجرد أدائهم مهامهم المهنية. وقالت المنظمة إن استمرار استهداف السلطات التونسية للمحامين يقوض الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفق قولها. يأتي ذلك بالتزامن مع قرار محكمة برفض سماع الدعوى المقامة من قبل وزيرة العدل ضد المحامي عبد العزيز الصيد. وترفض السلطات التونسية ما تتحدث به منظمات حقوقية حول انتهاكات، وتقول إن ما تقوم به من إجراءات يتماشى مع القوانين التونسية. في تقرير جديد لها، قالت منظمة العفو الدولية إن تزايد الترهيب والمضايقات القضائية التي تمارسها السلطات التونسية تجاه المحامين لمجرد أدائهم لمهمهم المهنية ينتهك حقوقهم ويقوض إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وحثت المنظمة السلطات على وضع حد لمضايقاتها القضائية للمحامين الذين يجري التحقيق معهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية حسب قولها. وأضافت أنه ينبغي تمكين المحامين من أداء مهامهم المهنية والتعبير عن أنفسهم بحرية دون أي ترهيب أو مضايقة أو خوف من الانتقام. وتقول المنظمة إن السلطات استهدفت نحو 20 محاميا يدافعون عن أعضاء من جماعات سياسية معارضة ونشطاء وضحايا انتهاكات حقوق إنسان، محذرة من أن استهداف المحامين لمجرد أدائهم مهامهم المهنية يعد استهزاء بالعدالة. تقرير المنظمة جاء بالتزامن مع إعلان هيئة الدفاع عن المحامي عبد العزيز الصيد أن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت الجمعة بعدم سماع الدعوى في الشكاية التي تقدمت بها ضده وزيرة العدل بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكات التواصل. وعادة ما ترفض السلطات التونسية ما تتحدث به منظمات حقوقية حول انتهاكات، وتقول إن ما تقوم به من إجراءات يتماشى مع القوانين التونسية. ولنقاش هذا الموضوع انضم إلينا من تونس كل من المحامي والباحث في القانون الإداري والدستوري علي بدوي، والمحامي القيادي في حراك 25 يوليو أحمد ركروكي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ معك سيد بدوي. مرحبا. إلى أي درجة المسألة يعني لي عظم أو محاولة كسر عظم للمحامين وتسيير ولي عنق للقضاء نفسه كنظام بأركانه، ركن التقاضي الواقف والتقاضي الجالس؟ السلام عليكم. حقيقة هذه الأوضاع التي تونس حاليا في وضعية المحامين اللي هم الدفاع هي لم تأتي من الآن، مع عملية مستمرة انطلقت منذ 25 جويلية. تم في مرحلة أولى يعني استهداف القضاء يعني السلطة ثم في مرحلة ثانية تم الاتجاه إلى يعني معاقبة القضاة الذين لا يسيرون السلطة. سيد بدوي دعني أعود إليك بعد قليل لأنه الصوت والصورة يريدان بشكل متقطع جدا، بالكاد نسمع ما تتفضل به. دعني أنتقل إلى السيد ركروكي. كيف تقيم هذا المسار؟ هل القلق فعلا من الترهيب، استخدام الترهيب؟ ما الذي يجديه الترهيب أصلا مع المحامين اليوم؟ مرحبا بضيف الكريم وزميلي. في البداية أريد أن أقول أن 25 جويلية كان شعاع الحق وشعاع الثورة، ولم يكن مرهبا إلا في حقوق الظالمين والعابثين بحقوق التونسيين. وأن قرارات 25 جويلية الثورية كانت وفق إجراءات تحترم الحقوق والحريات، بدءا بقرار إعفاء القضاة الذي ثبت فسادهم وانتمائهم إلى العشرية السوداء، وبالتالي كان عزلهم أمر واجب وضرورة حتمية. أما عن شأن أن المحاماة التونسية مستهدفة، أريد أن أذكر ضيفي الكريم وزميلي العزيز بأن رئيس الجمهورية السابق كان محاميا، وكذلك أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب كانوا من المحامين،
ولم نتحدث حينها عن ضرب وإضعاف للمحاماة التونسية. واليوم أصبحت اليوم ألسنة المعارضة تريد العودة إلى السلطة من خلال باب المحاماة أو عمادة المحاماة. فنقول لهم بأن 25 جويلية هو المسار الثوري الحقيقي، وأن المحاماة كانت ولا زالت قوية وستبقى، وأنا كمهني قبل أن أكون سياسي. المرسوم الذي جاء في 2011 والذي ينظم مهنة المحاماة والذي كان ضعيفا ولم يرتقي إلى مرتبة القانون، وبالتالي وجب على هؤلاء من يدعون أن المحاماة مستهدفة أن يناصروا المشروع القانون. طيب. الذي سينظم ويعطي للمحاماة بريقها. هي غير مستهدفة إذا كان المحامين يتم ترهيبهم حينا بالشكوى من أعلى سلم في الجهاز التنفيذي ضد المحامين، استدعائهم إلى أو حتى إشهار سيف القضاء في وجههم من أنهم يمكن أن يعاقبوا، ومعاقبتهم عند أهون سبب، كذلك تقويض وصولهم إلى العدالة وإنصاف ضحاياهم ومحاولة التقييد عليهم وعدم إعطائهم روح القانون، كل هذا يتهم النظام القضائي في تونس، أقصد الرسمي. أجيبك متمالئ فيه. أجيبك أولا أسمعنا السيد بدوي لعله الآن يعني صوته وأيضا الصورة تريد أنا منه بشكل جيد، ثم أعود إليك. تفضل سيد بدوي. شكرا سيدي، عذرا عن هذا التغيير. كما قلت يعني النظام القضائي يعني معناتها منذ 25 جويلة تم استهداف، في هناك مرحلتين. المرحلة الأولى تم استهداف القضاة في حد ذاتهم، وذلك عبر يعني نظام يعني التعيينات، ويعني هناك معاقبة القضاة الذين لا يسيرون السلطة في الاتجاه الذي تريده. ثم في مرحلة ثانية تم معناتها عزل يعني مجموعة كبيرة من القضاة، رغم أن المحكمة الإدارية تم انصافهم، ولكن إلى حد الآن ما زالوا عاطلين عن العمل. ثم في هذه المرحلة الاتجاه إلى ربما في المرحلة الأولى القضاة الذين لم يسيروا السلطة في عقاب خاصة المعارضين السياسيين، والآن يستهدف المحامين الذين ينوبون ويعتبرون لسان دفاع لهؤلاء المعارضين السياسيين عبر إسكاتهم، عبر المرسوم 54 يعني الذي جاء يعني يقوض يعني حرية التعبير للمواطنين لجميع وخاصة المحامين يعني. والحالة الأخيرة للأستاذ عبد العزيز هي يعني في صميم هذه العقوبة، باعتبار أن الأستاذ كان يقوم بواجبه المهني يعني الطرف، ولكن ربما لم يعجب هذه العملية السلطة فقامت يعني بإحالته. يعني الإحالات ما زالت سيدي يعني تباعا. هناك في الأسبوع القادم يعني الأستاذة سونيا الدهماني التي تعتبر يعني وجه إعلامي وهو يعني من المعارضين خاصة في إحدى الإذاعات الخاصة، توما توجيهها يعني إحالته على التحقيق خاصة بهذا المرسوم. يعني في مرحلة سابقة تم إحالتها، ربما تحدث عن وضعية السجون تم إحالتها على التحقيق. الأستاذ يعني دليل مصدق تم إحالتها إذا على التحقيق باعتبار قامت يعني تصريحات ربما خاصة أن في ملف محاكمة الرأي ويعني ما يعبر عنه يعني قلب نظام التآمر مع قضية التآمر، هذه قضية كبرى والذي أصدر فيها القضاء يعني غريبة يعني أصدر فيها يعني حكما بعدم التداول الإعلامي في مستوى هذه القضية. يعني هؤلاء المساجين السياسيين والذين يضمون أصلا هناك محامين يعني يعني موقوفون على ذمة هذه القضية يمنع التداول الإعلامي في هذه القضية. كل من يتداول إعلاميا أو يشير ولو من بعيد إلى مستوى هذه القضية سوف يقوم بفتح تحقيق ضده، ربما سيكون يتم ازلاجه به في السجن. حقيقه يعني وصلنا الى يعني اقصى يعني ما يمكن يعني تسليطه على خاصه لسر الدفاع يعني ان المحامي في اداء مهامه وهو السلطه يعني معناتها يعتبر معناتها الاناره والايضاح لكافه حقوق الدفاع يتم هو معناتها انتهاكه، ولكن بهكذا بمجرد احالات يعني على القضاء اعتبارا الى ان وزيره العدل هي رئيس النيابه العموميه. دعني احمل هذه الاتهامات كلها الى السيد ركروكي.
استبعت هذه الاتهامات وغيرها كثير مما ينقل ويقال يوميا في تونس عن أن من مركز كل السلطات في يديه القضائية والتشريعية والتنفيذية أول الأمر يدير الأمر الآن عبر حكومته لتكون تونس بهذا الشكل، لكي لا يكون هنالك محام لديه قوة وزهو المحامي في دفاعه عن قضاياه ومحاولة إبراز الحق فيها، وكي لا تكون هنالك قوة سوى قوة السلطة التنفيذية نفسها أي الحكومة. أجيب صديقي أن بلدي تونس ما زالت تحترم القانون، وهي تفصل فصلا جامدا بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ودليلنا على ذلك كالآتي: أولا، يجب أن نفرق بين العمل السياسي والعمل المهني، إذ أن الزميل عبد العزيز الصيد في ندوة صحفية قال واتهم السيدة وزيرة العدل بتدليسها للمحاضر، ونحن نعلم أن جريمة التدليس هي جريمة تخضع لاختبارات التي تدين وتعتبر هل هنالك وجود لتدليس أم لا، ليس مجرد القول، وبالتالي وجب على من يدعي القول البينة والبرهان للقول هذا يعني جزافا. ثانيا أريد أن أكمل، وصف حالات بعينها وسمى فيها المحامين والأشخاص. سيدي الكريم، أجيبك أن فتح التحقيق هو أمر وجوبي ضد المحامي، لأن المحامي في إجراءات التتبع ضده يجب أن يحال على قلم التحقيق لا على الباحث البداية، وبالتالي أمر طبيعي جدا أن نجد محامي محال على التحقيق احتراما لتطبيق القانون والمرسوم، وبالتالي ما فعلته السلطة القضائية هو في كنف تطبيق القانون، وأنا أضم صفي وصوتي مع زملاء المحامين، أنا ضد أي تدخل في الشأن المهني، وعلى المحامي أن يعمل في ظروف عمل جيدة، ولا دخل عليه ولا سلطان عليه إلا القانون. أما ما قام به زملائي الذي سبق ذكرهم فهو يدخل تحت طالة انتمائهم إلى تيارات سياسية لا مهنية، وأنا أزاول مهنتي هذه منذ عشرات السنوات ولم أشاهد مضايقة لا في العشرية ولا بعدها، وبالتالي المحاماة ما زالت قوية وستبقى متضامنة. وأريد أن أقول فقط أن الحكم بعدم سماع الدعوة يمكن أن يكون لبطلان إجراءات التتبع، وهذا ليس لا يعني عدم توفر الأركان القانونية. طيب، وبالتالي نحن نقول هنا إلى جبهة الخلاص التي تتخفى داخل هيئة المحاماة لا عليك بالرجوع إلى السلطة من داخل المحاماة، بل عليك بالعودة إلى الشأن المهني، واللي كان يبكي على المحاماة كان أوجب له أن يجعل لها قانون عندما كانوا أغلبيين في السلطة، لا أن يتباكوا عندما خرجوا من السلطة ويريدون العودة إلى المحاماة من أجل العودة إلى السلطة، فنقول لهم هيهات، الفصل الجامد بين السلطة والقانون سوف يطبق على الجميع وتبقى المحاماة حرة مستقلة. يقول المنافحون عن مسار السلطة الآن هيهات لن يعاد إلى السلطة عبر طريق المحاماة والمحامين. هل المشكلة هيكلية تتعلق بالترسانة القانونية بالأنظمة ويجب إصلاحها من هناك؟ هناك يعني مرسوم ينظم عمل المحاماة مع الداخل، مع هناك حصانة للمحاماة في أدائه في مرافعته أن ينطقي أن يقول ما يريد، هنا معناتها يحسنه مرسومه يعني معناتها بدون يعني القذف، يمكن القول مع والترافع في كيف بحريه ركروكي والدفاع على ما يريد. فقط دعني اشير سيد بدوي، اشير لسيد ركروكي لان انا لا اسمع يا صديقي. نحن الو نحن تفضل. طيب، يبدو لديه مشكله في الصوت لاني استمعت اليه للتو. تفضل سيد بدوي. شكرا. قلت ان المحامي محصن هنا بمرسوم ينظمه في مرافعته، ان تكون هناك حصانه في مرافعته لا يتجاوز ربما القانون، وهو ليس فوق القانون، ولكن الحصانه الدفاع هي معناتها مضمونه بالمرسوم المحامي. هذا في جانب اول. في جانب ثاني، رد على زميل الاستاذ الاتروكي، هنا المحكمه لم تحكم يعني في قضيه الاستاذ الصيد بعبوديه اجراءات التتبع، انما حكمت بعدم سماع الدعوه،
اذكرك سيدي وانت اعلم العالمين ان بامكان الاستاذ عبد العزيز بعد مرور 10 ايام وعدم استئناف النيابه العموميه لذلك الحكم ان يقوم بقضيه ضد من اتهمه بتلك الاتهامات في الادعاء بالباطل، وهي جريمه جرحه معناتها يعاقب من 6 عام الى اكثر وبخطيه، وبامكان الاستاذ عبد العزيز معناتها استرجاع حقه خاصه حقه المعنوي باعتبار حصل على حكم بالبراءه التامه. هذا في جانب اول. في الجانب الثاني الاستاذ عبد العزيز معناتها نعلم جميعا انه غير متسيس، غير منتمي لاي جهه سياسيه، فقط معناتها هو مهني بحث قام بالدفاع عن مناوبه، واعتبر ان هناك يعني عمليه تدليس في مراسلة يعني السيد وزير التعادل كان من الأجل فتح بحث في تحقيق في هذه المراسلة غير إحالة على مرسوم 54 وفصل 86 من أجل الإساءة الغير عبر شبكة الاتصال. هذا في جانب أول. في جانب ثاني يعني التواتر الإحالات، هناك 20 محامي أو يعني 20 محامي ليست كلهم معارضين سياسيين، ليست كلهم يلبسون الجبة السياسية وإنما في أداء مهامهم. يعني هناك حالات محامين على المحاكم العسكرية، هناك من قضى معناتها يعني في السجون معناتها أشهر وسنوات معناتها حكم عسكري، هناك أصلا من المحامين من قامت المحكمة العسكرية يعني بفصله عن أداء مهامه، وهو علي بدوي. أمر خطير باعتبار أن من يمسك جد المحاماة هي الهيئة الوطنية للمحامين، يعني تدخل القضاء بدوي. خاصة في المحامين وشطب المحامي وهي سابقة خطيرة. المحامي والباحث في القانون الإداري والدستوري وأحمد ركروكي المحامي القيادي في حرا 25 يوليو، شكرا جزيلا لكما.